بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، نحييكم مع انطلاقة أخرى من انطلاقاتنا في هذا الصباح وشوط آخر يعلن من أشواطنا مع هذه الفترة الصباحية في انطلاقات جميلة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن ضمن منافسات سباقنا المحلي الرابع. ينطلق عاشر الأشواط يحمل لنا تحديات القعدان مع السن اللقاية، مسافتنا 4 كيلومترات. نتابع مع حضراتكم هذه الانطلاقة بجديد التحدي والإثارة على أرضية ميدان التحدي. نبدأ مباشرة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول غلاف في مقدمة الشوط، صالح بن راشد بن صالح الدعبة النابت الذي يقدم شعاره على المركز الأول هو على صدارة هذا الشوط، بينما على ثاني المراكز وتابع شاهين عبد الله بن مبارك بن راشد الشهواني يقدم لنا تحدياته على المركز الثاني، وفي ثالث المراكز تابع الوصول في هذه اللحظات بدأ التقدم من ادخان لحمد بن علي بن حمد آل بريصل مري من خذ المركز الثالث، بينما التدخل المباشر في هذه اللحظات وصل زاهي بشعار عبد الهادي بن سيف بن فهد آل سيف الخيارين من ينطلق على المركز الرابع، وفي خامس المراكز وصول واندفاع جميل من معزز لهادي بن مسعود آل فهيدة المري. هذه نتيجتنا في أول ندى على مسار وتحديات هذا الشوط، ولكن نتابع مع حضراتكم هذه الانطلاقة وهذا المسار الجميل من مسارات الأصايل على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن في انطلاقات هذه الشعارات، شعارات أبناء القبائل. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول غلاب في هذه النجومية الرائعة، لا زال على مقدمة هذا الشوط لصالح بن راشد بن صالح آل نابت الذي يقدم لنا تحديات البداية، ينطلق بالمركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما على المركز الثاني معزز اللي على ثاني المراكز لهادي بن مسعود آل فهيده المري ينطلق على ثاني المراكز، بينما على المركز الثالث النابي وصل النابي في هذه اللحظة لجابر بن محمد بن عبد الهادي البريد الذي ينطلق في مستوى المركز الثالث وبدأ يغير إلى ثاني المراكز. نتابع المركز الرابع في هذه اللحظات وصول من وليف لشعيل بن عبد الله بن عبد الهادي بن حمران المري، بينما على المركز الخامس خامس المراكز تابع ايضا التواجد والاندفاع الجميل من ادخال لحمد بن علي بن حمد البريص المري. هذه نتيجتنا في ثاني ندى على مسار وتحديات هذا الشوط، ولكن خلف الخمس المراكز هناك ايضا اعداد كبيره تشارك في هذا الشوط، وصلت الى 67 اسم ينطلق هنا بين جنبات هذا الميدان. ما شاء الله، شوف هذا التحدي الجميل وشوف الاعداد الهائله هناك مع الكادر السفلي نتابعها من خلال هذه الانطلاقه ومن خلال هذه التحديات الصباحيه الجميله. كيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية بقيادة النابي على مقدمة الشوط مع المركز الأول والصدارة، ينطلق في هذا الأداء الجميل بأريحية تامة يقود هذه الأسماء حتى اللحظات. ما شاء الله يا النابي، جابر بن محمد بن عبد الهادي البريدي يقدم شعاره، ينطلق هناك بالنابي في مقدمة الشوط، لكن شوف ثاني المراكز التحرك أيضا من غلاب لصالح بن راشد بن صالح الدعبة الذي ينطلق على ثاني المراكز، وفي ثالث المراكز تابع الوصول والتحرك الجميل في هذه اللحظات، بدل الاندفاع من معزز الذي بدأ يغير إلى ثاني المراكز هادي بن مسعود الفيدة المري، وصل اسم جديد، بدأ التحدي الجميل هناك والاندفاع المميز من وليف لشعيل بن عبد الله بن عبد الهادي بن حمران المري، وفي خامس المراكز تابع الاسم الواصل في هذه اللحظات. شوف المنافسة الجميلة، يتقدم في هذه اللحظات ادخان حمد بن علي بن حمد آل بريص المري، وصل ايضا تحدي جميل وانطلاق من الحاصل الذي بدأ يسير بتحدياته الجميلة محمد بن سعيد بن صالح الجربوع المري مع الحاصل. هذه النتيجة، وصل اسم جديد، بدأ التحرك من مسعيد لسعيد بن فهد بن صقر المريخي، الله 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 الله، غير مباشرة، بدأ يقتحم الصدارة هناك مع اللحظات الأخيرة، الله المريخي بدأ يغير أمور الصدارة مع مسعيد على المركز الأول، صدارة هذا الشوط
الصوت والمقدمة. يا سلام على الأداء الجميل، شوف الحاصل في مقدمة الشوط مندفع بهذا الأداء، أو مسعيد في مقدمة الشوط، سعيد بن فهد بن صقر المريخي يقدم شعاره، ينطلق بالمركز الأول، يأتي بهذا العرض المثير في مقدمة الشوط. المركز الثاني إعصار لعبد الله بن سعد بن عبد الله الفيدة المري، ولكن هناك مسعيد هو الأقرب للفوز والانتصار مع المريخي، أعلن المغادرة نحو خط النهاية. سلام 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 مسعيد، سلام سلام المريخي، سلام على هذا الأداء الجميل. أسعد الله صباحك بمناسبة فوز مسعيد بالمركز الأول في هذا الشوط. سعيد بن فهد بن صقر المريخي تهانينا والناموس. المركز الثاني كان الوصول من إعصار عبد الله بن سعد بن عبد الله الفهيد المري، بينما ثالث المراكز معزز الإهادي بن مسعود الفهيد المري المركز الرابع. رابع المراكز سراب لعلي بن جابر بن صالح بن جابر الشرقي، وفي المركز الخامس جلمود لحمد بن علي بن محمد الفهيد المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء الخمس المراكز. نعود مباشره الى التوقيت الزمني، لحظه وصول مسعيد الى خط النهايه قاطع الاربع كيلومترات في فتره زمنيه مقدارها 6 دقائق وثانيه 1:53 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لسعيد بن فهد بن صقر بن راشد المريخي على فوز مسعيد بالمركز الاول في هذا الشوط، بينما ثاني المراكز من وصل على المركز الثاني نتابع ايضا لحظات الوصول والتحدي الجميل والاندفاع ايضا كان مع ثاني المراكز. كان الوصول من اعصار توقيته 6 دقائق 4 ثواني و81 جزء من الثاني. تهانينا لعبد الله بن سعد بن عبد الله الف هيد المري المركز الثالث، من وصل معزز توقيت معزز هو 6 دقائق 5 ثواني 62 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لهادي بن مسعود الف هيد المري.